اولا فالحمد لله، الحمد لله ونشكر على هذا الفوز هذا اللي اليوم ربحنا على المنتخب المصري. كما عرفتي المنتخب المصري فريق عريق، ولكن الحمد لله تمكننا بالتعليمات ديال السي هشام تكيك اللي الحمد لله عطاهم لينا، اللي كانوا افيكاس في التيران والمجهود اللي تيديروا الدراري حتى هما، اللي تنبغي نشكرهم حتى هما. وما نبغيش ننسى نشكر الجمهور المغربي اللي تيجي يشجعنا في السعوديه، والجمهور كله المغربي تيشجعنا في المغرب كامل. وكما تعرف فالمباراه النهائيه هذه تكون قاسحه، فهذه هذه تجروا تلعبوها يا بين المنتخب الكويتي والعراقي، فما بمشيو جو منتخبات عريقه. فالحمد لله احنا بالعزيمه ديالنا والتعليمات ديال السي هشام تكيك غادي ان شاء الله نتوفقوا ونفوز ان شاء الله بالنهايه، ونهديو للجمهور المغربي اللي شجعنا ديما، والله يوفقنا ان شاء الله. كما شفتوا اليوم الحمد لله استطعنا اننا نحققوا الانتصار ونفرضوا النسق ديالنا على المباراه. دخلنا المباراه بتركيز كبير وطبقنا التعليمات ديال المدرب سي هشام دقيق، والحمد لله كما قلت تحكمنا في المباراه واستطعنا الفوز باريحيه. دابا كننتظرنا المباراه النهائيه اليوم ان شاء الله، نعرفوا شكون الخصم ديالنا في النهائي، يا المنتخب العراقي ولا المنتخب الكويتي اللي هما منتخبين عريقين ومنتخب كبار، وان شاء الله ما يكون على الخير. وكنوعد الجمهور المغربي ان شاء الله باش نعوضوا باللقب ان شاء الله.